السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزيت. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على نيمار دي سيلفا، ونتعرف على طلبات نيمار المستفزه لموقفه، يعني موافقه على العرض الهلال. هي بعض الاخبار شفتها، انا قال لك راوغ الهلال وغادي يروح البارسا على حساب ما نعرف. خاطش هذه فرصة تاع نيمار باش يدي بالون دور دي موند، هذه الفرصة تاعه. أنا تبان لي بلي الفرصة تاعه كي يروح البارسا، بالك هو كان الحلم تاعو وكان يلعب تحت يعني مظلة ميسي اللي كان مغطي عليه، ميسي كريستيانو يعني كان مغطي عليه في البارسا، صورتو في البارسا. على هذيك نشوف بلي اليوم وين الفرصة تاعو، يعني لعاب هو إلا راح للسعودية الله يسهل عليه، هذو أموال تاع السعودية، أموال السعودية هذا. نيمار دي سيلفا، وين كشفت صاحبة دانسان البريطانية عن طلبات البرازيلي نيمار دي سيلفا المتنقل حديثا لصفوف الهلال السعودي لموافقة على عرض الزعيم. ورحل نيمار دي سيلفا عن باريس سان جيرمان الفرنسي لينضم الى الهلال، يعني براتب سنوي يقدر بحوالي 100 مليون يورو، حيث يعتبر ثاني افضل رواتب لاعبين في الدوري السعودي بعد البرتغالي كريستيانو ولكن الامتيازات التي حصل عليها نيمار بعد تعاقده مع الهلال تفوق الخيال والتصديق. اكتب فوق الخيال والتصديق، راح يجيك بزاف والله لا بزاف. حسب صحيفة دانسانة، وأوضحت الصحيفة أن نيمار طلب بعض الوسائل الراحة كي يوافق على الانتقال إلى الهلال من خلال الحصول على أسطول من السيارات الحديثة ومنزل كبير بجانب طائرة خاصة ومطالب أخرى لا تصدق. بالنسبة للسيارات، وين حصل نيمار على 3 سيارات رياضية رقمية راقية تكلفتهم تتعدى حاجز 500,000 يورو، كما طلب 4 سيارات مرسيدس وشاحنة من نفس العلامة التجارية مع سائق متاح لمدة 24 ساعة في اليوم ومتوفر كل أيام السنة ليتمكن من تنقل مع أصدقائه وعائلته سائق حافلة. وأضافت الصحيفة أن نيمار طلب الحصول على منزل يضم 25 غرفة على الأقل، بالإضافة إلى 3 حمامات و5 عمال بالدوام الكامل في المنزل، بالإضافة إلى طاهي يعني كويزيني يكلس. بالنسبة للسفر والفندق، فإن النجم البرازيلي قد طلب أن يغطي النادي جميع فواتيره ناتجة عن زيارته للفنادق والمطاعم وغيرها من الخدمات في المدن المختلفة التي يزورها اللاعب في أيام إجازته، وطلب يعني أيضا الحصول على طائرة خاصة لنقله هو وأسرته. يا ودي هذا دروك غادي يولد البلايط، ها والله هذا غادي يولد البلايط، مامو كيما والله لا بزاف. الصومال مي خاصهم دراهم، دول مسلمة فقيرة، جيبوتي يعني كاين بزاف دول فقيرة كيما الصومال كيما، محتاجين هاد الصوالح. ماشي نيمار، ايوي هذه باش تسمع هاد الصوالح قلبك يضرك. ما يقول لي انا ما شي دراهمنا، بصح دراهم الحجاج، ماهيش دراهمنا حنايا بصح دراهم الحج. والله لا والله لا والله
وعلى بزاف اصاحبي. الله طيب. وهو يعني وكانت رد فعل أسطورة البرتغالي كريستيانو سؤال طرحه الآلاف من عشاق عن الساحرة المستديرة بعد تعاقد نادي الهلال مع الساحر البرازيلي نيمار دي سيلفا. الهلال أعلن أمس الثلاثاء تعاقد مع نيمار 31 سنة لمدة موسمين قادما من الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صفقة تتراوح قيمتها يعني 100 مليون يورو سنويا. هذه العامة عنده عامي غادي يدي 200 مليون اورو بلا سؤال اخر داخلي. وفي هذا السياق المح الاعلامي الرياضي عبد الكريم زمار الى عدم ارتياح كريستيانو وزملائه في النادي النص من صفقة انتقال الساحر البرازيلي الى الزعيم الهلال، وكتب زامل عبر حسابه الرسمي بموقع تدوينات القصيرة تويتر منصة إكس حاليا وضعهم يعني صعب عندما يواجهون الهلال مرة أخرى. ومن ناحيته كشف الإعلام الرياضي على علي الحربي عن كواليس مثيرة في انتقالات نادي النصر بعد ساعات قليلة من انتقال نيمار إلى الوصيف بطل العالم للأندية. وأعلن الحربي عبر حسابه بمنصة الإكس تواصل وان تواصل كريستيانو مع النجم البرتغالي برناردو سيلفا لإقناعه بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال انتقالات الصيفية الحالية. وأشار الإعلام الرياضي إلى أن النصر تفاوض بالفعل مع سيلفا قبل أن يعرض عليه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مبالغ مالية ضخمة. وإن أشار كذلك الإعلام الرياضي إلى أن النصر تفاوض بالفعل مع سيلفا قبل أن يعرض عليه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مبلغ مالي ضخم لتجديد عقده مع الفريق. وأكد علي الحربي على أن العالمي قد يقدم عرض جديد إلى النجم البرتغالي أعلى ماليا من أغلى ماليا من العرض مانشستر سيتي، قائلا النصر لو يضغط أكثر بواقع مع اللاعب الذي يرغب في خوض تجربة جديدة. والجديد بالذكر أن برناردو سيلفا كان أحد أهم أهداف الهلال في الانتقالات الصيفية الحالية، كما يعتبر لاعب الحلم الأكبر للعملاق الإسباني برشلونة في كل سوق انتقالات. راهي قضية عشكارة ونعم قضية عسكرة، وإن شاء الله بربي شو نقولها ونعاود الله يجعل السعوديين على بالك ينجحوا. لكن بس عشتيلا لازم ماشي واحد كيما سيل واحد كيما نيمار جيبوا لي من جيبوا لي ها شعار طائرة خاص بكاش غادي نعطوك خلصوك حنايا خدام خدم وروح. هي نورمالمون كيما هاكا نورمالمون كيما هاكا كان كونتر عليه هو او شي سهلة. مازال او ماشي سهل اخويا شويه اللي قلع حسابات او هي مليحه مشروع دايرين مليح غادي يهدوا يهدوا الاوروب بصح شتيلا اللي قلاه يعرفوا كيفاش يمشوا يعرفوا كيفاش يمشوا ماشي سهل اخويا هذه حنا على حسب ما نعرف او ما نعرف على حسب ما نعرف.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجيونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد. ونسي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.